رحلتنا الصباحية ومشوارنا الصباحي مكمل معكم مشاهدينا، محطات عديدة وهلأ محطة يمكن هي الأقرب لقلوب الصبايا، محطة الجمال والتألق. دايما أو من المعروف أنه تاج المرأة هو شعرها، وشعرها هو أكثر شيء بيبرز جمالها. زمان أجدادنا وأهالينا كانوا يستخدموا الزيوت الطبيعية التقليدية لحتى يحافظوا على جمال شعرهم والحصول على شعر صحي. مع تطور الزمن تطورت الأساليب وتعددت وأصبح في بدائل كثير، ولكن يبقى الزيت والزيوت الطبيعية هي الوسيلة الأفضل للحصول على الشعر الأجمل والشعر الصحي. عن هالموضوع أكثر بيسعدنا استضافة خبيرة التجميل صفاء القرعان عشان نحكي أكثر عن موضوع الزيوت الطبيعية وكيفية استخدامها وفوائدها. صباح الخير صفاء. صباح النور. كيفك؟ حبيبتي تمام. يعني إحنا دائما بنقول تعددت الوسائل، صار في بدائل كثيرة عن موضوع الزيوت الطبيعية، ولكن تبقى الزيوت الطبيعية أكيد محافظة على حالها وتبقى هي الوسيلة الأفضل للحصول على شعر طبيعي صحي وجميل. أكيد طبعا. هلا الزيوت شيء اساسي لتغذيه الشعر، الجذور، الاطراف. نعم. اصلا احنا لما بيكون الشعر مو فيه ماده الكيراتين والبروتين، طبعا بتعرفي عوامل الجو واستخدام المواد الكيماويه راح تقل هاي البروتين والكيراتين الموجوده بالشعر، فبالتالي بيضعف. احنا بنحاول نجيب زيوت طبيعيه نرجع نغذي الشعر. حلو. هلا طبعا هو له طريقه بوضع الزيوت على الشعر لحتى تستفيد، وفي كمان الشعر حتى تكون فيه لمعه ويكون طبيعي ويكون قوي، في عناية داخلية وعناية خارجية. حلو. اوكي. هلا العناية الداخلية هي الفيتامينز والحديد والزنك وهي الاشياء كلها اكيد كل الصبايا هلا بيعرفوها. هلا العناية الخارجية تهوية الشعر وعدم استخدام مواد كيماوية بكثرة. حلو. وعدم تعرض الشعر للأكسجين برضو باستمرار. نعم. كتير إشي بيضر الشعر هذا. نعم. وما يتسلك الشعر أو ما يتمشط نهائيا هو رطب أو مبلول، لأنه بيكون بأسوأ حالاته. نعم. ولازم يكون يعني مجفف على الأقل. حلو. 80%. حلو. إذا رح هلأ نشوف، يعني رح نحكي كتير عن موضوع الزيوت، ولكن بداية خلينا نشوف طريقة وضع الزيت بالطريقة الصحيحة على الشعر وفروة الرأس، وبعدها رح نحكي كتير عن موضوع الزيوت الطبيعية. أوكي مزبوط. هلأ الكل بيفكر انه اذا حطيت الزيت على الشعر لازم اخليه ساعه ساعتين ثلاث حتى ياخذ نتيجه اكثر. لا، هو يعني طريقه الشغل لازم تكون اقلها 5 دقائق. اوكي. يعني والوضع والمده اللي على الموجوده على الزيت على الشعر بس ساعه. اكثر من ساعه راح اصلا ما راح تستفيد هي لبعدين ولا راح يعطي اي نتيجه. هلا هون في مجموعه زيوت، في عندك زيت السمسم وزيت الارغان وزيت الثوم وزيت الزيتون، هون مخلوط بشويه مع زيت الياسمين، لانه زيت الزيتون يعني بتحسيه شوي حامي على فروه الراس. طبعا اي زيت بدك تستخدميه لازم يكون يعني تدفيه شوي على حراره دافيه، مش غليان، لا حراره دافيه، حتى يفتح مسام ويساعد بالامتصاص اكثر. هلا طبعا في ناس لما تكون حد يشتغل لك الطريقه الصحيحه يعني هي المفروض تقسيم عادي، اما لما تكون انت تشتغلي لنفسك تبداي من قدام للخلف او تمام. من العادي يعني حسب انت شو بترتاحي، ما في يعني طريقه معينه. تمام. خلينا نشوف هلا كيف طريقه وضع الزيت. أوكي. هلا طبعا الزيوت هي عباره عن اشياء كلها طبيعيه. حلو. شو الفائده منها؟ انه تقوي الجذور، تساعد على نمو الشعر، تعطي لمعه. حلو. اي صبيه بتشكي من حكه بجلده الراس بتخففها. يعني في لها عده فوائد طبعا. يعني هلا من فوائد الزيوت او اهميه وضع الزيت على الشعر وتغذيه الشعر، ممكن انه فروه راس صحيه ايضا، اللمعه ايضا، يعني هاي من فوائد الزيوت. وفتح منابت. حلو. جديده بساعد بالطول. حلو. وكمان زي ما حكيت لك الغذاء الداخلي هو الأساسي. تمام. يعني هذا كله بيكون عامل مساعد. فهمتي؟ جميل. إذا مع خبيرة التجميل صفاء تعرفنا على بعض الأمور الهامة لفوائد الزيوت الطبيعية للشعر، وهلا راح نشوف الطريقة الصحيحة لوضع الزيت. حكت صفاء معلومة مهمة كثير، إنه مش أكثر من ساعة، لأنه بعد ساعة ما راح تستفيد. أبداً. في ناس بحطوا بيناموا فيه لا ساعة. وطريقة الاستخدام 5 دقائق يعني بتكون عبارة عن دلك بالأصابع مش بالأظافر. أوكي. لا بحكي لأنه الأطفال أحيانا يعني تكوني مثلا تجرحي حالك بتأدي لخدش بجلدة الرأس، مع الزيوت ممكن يصير مضاعفات. يلا.
نوزع نقاط عادية طبعاً. وبأصابعك من هون تقعد تفركي لمدة 5 دقائق، أقلها 5 دقائق مش أكثر. وزي ما حكيت الزيت يكون دافي. حلو. طبعا احنا بدنا نرحب جود، صح؟ رغد اللي معانا اليوم. بدي الفك شوي عشان تكوني يعني هيك بوجه الكاميرا. جود بنقسم، برضه بنحط نقاط خفيفه. يعني هو مش بالكتره كمان، عرفتي؟ يعني اصلا اذا بتكتري ممكن يعني تاخذي، يعني كترتي او ما كترتي نفس النتيجه. نفس النتيجه رح يعني ما حتغيري شيء. رح تستفيدي من كميه الشعر اللي بتحتاجها. بالضبط. حلو. طبعا هلا اي حد عنده مشاكل بجلده الراس انا بصراحه بنصح انه تستشير طبيب. نعم. قبل ما تحط اي زيت، لانه في زيوت يعني تكون مفعولها حامي شوي على الشعر. حلو. احنا بنشوف رغد الموديل معنا اليوم، شعرها ما شاء الله صحي ومش مصبوغ. بس هلا هل بتفرق ما بين الشعر الصحي والشعر المصبوغ؟ بتفرق طبعا. تفرق كثير مش شوي. هلا الشعر المصبوغ تعرض لمواد كيماويه وانسحبت منه ماده الميلانين اللي بتعطيك اللون بشعرك. لما بتنسحب خلص بتفقد هي الفوائد اللي كانت موجوده بالشعر اساسا. نعم. فهلا الزيوت بتساعد، بس لما يكون الشعر مصبوغ بدك تعرفي انه الزيت بغير لون الشعر المصبوغ. نعم. اوكي. لانه أوكي. يعني هي اوكي حتاخذ نتيجه بالعلاج. نعم. بس هي ما بس هي حتلاحظ فرق على لون شعرها. باللون. فهمت عليك. لانه نعم. في زيوت في لها عده الوان. عندك زيت الثوم لونه اخضر. عندك زيت الارغان شوي بيجي اصفار. الزيوت اللي ما بدها تغير لونها، اذا بتستخدم زيوت ما تغير لونها تستخدم زيت اللوز. حلو. الحلو او زيت اللوز المر حسب يعني هي ايش بتحب، او تخلطهم الاثنين، لانه زيت اللوز بيجي شفاف ما بياثر على لون الشعر. او زيت الخروع. زيت الخروع كثير ممتاز، وانا بنصح كثير ناس يحطوه على الرموش وعلى الحواجب كمان. حلو. اذا زيت اللوز الحلو او المر او زيت الخروع للشعر المصبوغ لحتى ما تتاثر الصبغه وتتغير لونها مع باقي الزيوت. اما بالنسبه للشعر الغير المصبوغ فيكم تستعملوا اي خلطه زيوت. اذا طال معنا وقت صفاء رح نحكي كمان على فوائد انواع الزيوت. هلا انا فرجيت المشاهدين انه كيف نستخدم للجذور. هلا بالنسبه للاطراف، الاطراف رح يكون توزيع برضه نقاط. فينا مخرجنا نلف نورجيهم الاطراف ولا طيب نلفها شوي لرغد هيك تمام عشان نشوف كيف طريقه توزيع الزيوت على اطراف الشعر. بتاخذيهم اكثر من جزء، يعني على جزئين او على 3 حسب تمام. طبيعه الشعر اذا كان تمام. خفيف او تخين. وبتوزعي على الاطراف، بتوزعي نقاط. زي ما حكيت انه مش شرط انه يكون كثير. بتركزي كثير على الاطراف لانه يعني بتكون كثير بتعرفي هلا عوامل الجو اصلا من بارد لحامي، بتكوني اصلا بغرفه بارده بتطلع غرفه حاميه، او بيكون طالعه من شاور كثير دافي بعدين الغرفه بارده كله بياثر هذا. إذا ما في داعي تحطوا كمية كبيرة تطلعوا أنتم منقطين بالزيت، هي كمية متوسطة يعني. خلطت مجموعة من الزيوت رغد صفاء عفوا لحتى تقدر انه تورجينا الطريقة الصحيحة لوضع الزيوت على الشعر. حكينا ايجابيات الزيت، حكينا فوائده صفاء، قلنا فروة راس صحية، ممكن يزيد طول الشعر، يمنع التقصف، يعطيه لمعة، يغذيه كثفه، يزيد نمو البصيلات، ولكن هل هناك سلبيات للزيت اذا زاد عن حده؟ اكيد هلا كل شيء له سلبياته وله ايجابيات. نعم. هلا هو سلبياته قليله مش كثير رح تكون يعني هي عباره عن هلا اوكي نعم. هلا بدك تكوني والصبايا كلهم المشاهدين عندهم فكره انه الزيوت اغلبها بتفيد بس بتنشف الشعر. بتنشف اوكي يعني اوكي بتعطيكي فايده، بتعطيكي لمعه، وبتزيد بطول الشعر وبتغذي بس بتنشف الشعر. يعني بتلاحظي بعد ما بتغسليه انه هو ناشف شوي. طيب والحل؟ مرطبات وكريمات تكون يعني ما فيها كوزمتكس. حلو. حلو. طيب احنا قلنا ممكن 5 دقائق اثناء وضع الزيت وساعه بتخلي الزيت على شعرك. لما تيجي تحمميه اكيد بدك تحمميه كثير لانه على اساس انه يروح الزيت. طبعا اولها بتقدري تعمليه بمي سخنه وبعدين ما بدك تكتري مي سخنه، بعدين يعني اخر دور بفضل انه تكون مي فاتره. حلو. لانه بتفيدي الشعره وبتفيدي يعني بالمي الفاتره جلده الراس كمان. نعم نعم نعم. هلا بتقدري بالبيت
تخلي منشفات بليها كتير كتير مي سخنة. نعم. كتير وتحطيها نعم. فوق هذا الكيس. نعم. بتساعد تعطي مفعول أكتر وأسرع لأنه الشعر يستفيد. حلو. كم مرة يفضل إنه ينحط الزيت على الشعر بالأسبوع؟ ثلاث مرات. مم. يعني إذا موظفة أو كذا وما بدها وما عندها مجال أو شعرها دهني بفضل مرة. مرة بالأسبوع. حلو. الشعر الدهني مرة، الشعر الجاف ثلاث مرات يمكن شوي صعبة على اللي بيستشوي. هو يعني أنا قلت لك اللي بتقدر. نعم حلو. واللي شعرها دهني لا مرة، والشعر الجاف ثلاث مرات. حلو كثير. إذا من خلال خبيرة التجميل صفاء القرعان تعرفنا على فوائد الزيوت، كيفية استخدامها وقديش المدة. إحنا بنتشكرك صفاء لحضورك. الله يحفظك. شكرا لك، وأنا يعني بشكركم جدا على استضافتكم لنا. شكرا كثير.